وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما احتوت عليه من كريم الصفات والخصال الخلقية والخلقية لا جدير وحري بكل مؤمن محب لله ورسوله أن يتعلمها. فهذه الخصال والشمائل المحمدية قد أفرد العلماء لها مصنفات، ومن أشهر هذه المصنفات كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى. فنتناول بإذن الله تعالى هذا الكتاب ونأخذ ما فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة والتعليق على هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. فقال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد بوب في هذا الكتاب 56 بابا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات ومن أحوال. قال الباب الأول: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. وقوله ليس بالطويل البائن أي ليس بالطويل الشديد الطول، ولا بالقصير أي ليس بالقصير شديد القصر، بل كان صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني متوسط الخلقة بين الطول وبين القصر. وبالنسبة للون البشرة فقال ليس بالأبيض الأمهق، يعني ليس بشديد البياض، ولا بالآدم، يعني ليس بالأسمر، بل كان متوسطا صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، يعني أبيض يميل إلى الحمار. ولا بالجعد القطط، يعني هذا في صفة الشعر، شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن بشديد الجعودة بشديد الخشونة، ولم يكن بالسبط يعني لم يكن بشديد النعومة، بل كان شعره متوسطا بين الخشونة وبين النعومة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: بعثه الله على رأس 40 سنة. وهكذا كل الأنبياء أو كل الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى عندما أتموا 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. فأقام بمكة كما هو معلوم 13 عاما كما ورد في روايات أخرى. وبالنسبة لهذه الرواية أنه أقام مكة 10 سنين، فقد علق عليها أهل العلم والشراح، فقالوا أن العرب كانت من عادتهم أنهم يحذفون الكسر، فال13 يجبرونها إلى أقرب كسر وهو العشر، فهنا من باب جبر الكسر. وإلا فحقيقة الأمر أنه كما هو معلوم أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأقام بها 10 سنين، وتوفاه الله سبحانه وتعالى على رأس 60 سنة. وهذا أيضا من نفس الباب، من باب إتمام الكسر. فهو كما معلوم صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 عاما، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وسيفرد المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا في الشيب الذي كان في رأس ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه هنا يقول:
أن كان ليس في رأسه ولا ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي لم يبلغ الشيب في رأسه ولا لحيته 20 شعرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. وهذه الرواية قد مر في الحديث الذي قبله معظم الأشياء التي فيها. وأما بالنسبة لقوله هنا أسمر اللون، اختلف الشراح هل يقصد أسمر اللون شعره، أم يقصد شعره كان أسمر اللون، أم يقصد بشرته كان أسمر اللون في بشرته. وإذا فسرت بأن السمرة هنا في البشرة، فلم لا يقصد بها السمرة المعروفة التي هي تميل إلى السواد، بل مقصود تميل إلى الحمار، كما قلنا أبيض مشرب بحمرة. يعني المقصود أن ينفي عنه الراوي أنه كان صلى الله عليه وسلم شديد البياض، فكان أبيض مشربا بحمرة. إذا مشى يتكفأ، يعني إذا مشى يميل إلى الأمام وهو يمشي كالسفينة. وسيأتي معنا هيئة مشيته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتقلع، أي يعني يزيل رجليه من على الأرض إزالة، كأنما ينحط من صبب، يعني ينزل من منحدر مرتفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يتكفأ، أي يمشي كما تمشي السفينة المواخر في البحار، فيمشي بسرعة كناية عن سرعته صلى الله عليه وسلم نوعا ما في المشي. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.